السلام عليكم، اهلا وسهلا مره اخرى في القناه ديالي ومع فلوق جديد. وقبل ما نبدا غادي نقول لكم مبروك العام الجديد، الله يدخلوا عليكم بالصحه وراحه البال وباش ما تميتوا ان شاء الله يا ربي. كما كتلاحظوا معايا هذا الفلوق خفيف ظريف، غادي نوري لكم الاتمنه ديال الالبسه الداخليه ديال النساء. نبدا على بركه الله بالنسبه لهاد لي سوتيان غورج هادو، كما كتلاحظوا الثمن ديالهم 15 اورو، 14.90 يعني 1 سنتيم ما بقى لها والو 15 اورو. هانتوما هادو زوينين ولكن غاليين. نحاول نبين ليكم باش يكون هادو لي سوتيان غورج، وكاين الكيلوت ديالهم كيدير 8 اورو. سترينغ هذيك التنية ديالو، هنايا كيبيعو بالبياسة باش تقام عليهم غالية. كاينين هادو 17 اورو، هادو في البيض بلي بونش. وحدين شفتهم زوينين، انا عجبوني، رجعوا هادشي ايوا رجعي احلى. هادو زوينين، شوفوا الثمن ديالهم، ربما دايرين خمس نو ماشي هادوك، لا هادو هادو 24 باش يبانو بشكل مزيان. شوفوا كي دايرين زوينين هادو، هادو ما فيهمش لي بونج ولكن شادين لا فورم، جايين دونتيل. باش يبانو مزيان يتسر. نقولكم هانتوما هادو دونتيل، هادو كيسوا كيديرو 24 اورو. عندهم كيلوت ديالهم ها هو 12 اورو. كاين هذا كما كتشوفوا بلي سوتيان غورج ديالو راه الفوق 12 اورو. هادو لي سوتيان ديالو، كاين بحال هادو لي في الفيولي زوينين حتى هما 22 بيهم بالكيلوت ديالهم. انصومبل يعني واحد لي سوتيان ب 22 والكيلوت ب 12 اورو. ديروا الكالكول راسكم. وبالنسبة لهادو لي سوتيان، لي سوتيان غورج 26.90 هي 27 الكيلوت، نوري ليكم 16 اورو. هادو عاديين، بالنسبة لهادو هادو ماشي ديال هنا ديال هنا، هادو زوينين هادو حتى عجبوني. تما كتشوف خصني نوريهم لكم بشي حاجة تكون بيضاء بحال هكا. هانتو حتى الشكل ديالهم ديزاينر زوين. 23 والكيلوت هو 7 تقريبا 7 اورو، 9 اورو باش يبان دونتيل كولو.
هذا 17 اورو الكيلو 7 اورو بصح انا عجبني هذا احسن من هذا سواء في اللون سواء في الخدمه في كل شيء كاينين هادو ثاني في البوردو هادو 10 اورو لي سوتيان ولي كيلو 5 اورو نوريكم لي كيلوت العاديين ديال الكوتون حتى هما غاليين مؤخرا كنت شريت منهم غاليين بحال دابا هذا فيا لا ثلاثه ديال لي كيلوت كيدير 14 اورو هانتوما وكاينين هذا يا لا ثلاثه ديال لي كيلوت 12 هذا 13 هادو لي كيلوت نتاع القطن العاديين هنايا هذا 15 هانتوما فيه جوج ديال الكيلوت اون بليس التيسي ديالو ماشي كوتون جيرزي هنايا هادو عاديين 12 اورو هانتوما هنايا يلا ثلاثه ديال لي كيلوت 8 اورو هنايا زوج ديال لي كيلوت 8 اورو غير زوج هادو راهم غير زوج هنايا لي كيلوت عادي كما كتشوفوا هنا هادو هذا اللي كي هذا مش بلاصتو هنا سوما مكاينش حيت هنايا هادوك كيديرو 10 اورو ربما هاي الكيلوت هنا هادو دي سوتيان هادو كبارين شوفو هادو شحال كيديرو زوينين ولكن غاليين كيديرو 27 اورو لي سوتيان غورج بوحدهم ماشي يبانو خصني نديرهم شي حاجة هانتوما لأن الفصالة ديالهم زوينة هادو 26 نو 27 ولي كيلوت ديالهم 14 اورو هما لي كيلوت شي جبين 14 كاينين هادو عاديين عاديين اكثر من العادي 22 89 ولي كيلوت ديالهم 11 89 مع انه الثوب هنايا جيرزي انا بعدا شخصيا ما نستحملش الجيرزي ما تلبسو كيبقى كتجيك لاليرجي هذا في الاحمر ربما وليت لكم هذا زوين بالكيلوت ديالو ها انا الكيلوت ديالو ها ربعتاش اورو فوالا هادشي خليتكم يعني تشوفوا واحد النظره بسيطه على الالبسه الداخليه ديال لي فام ديال النساء كما كتلاحظوا هنايا هادو 16 اورو بليبونج من تحت الكيلوت ديالهم 8 اورو
هادو زوينين. ربعتاش الأورو هذا الكيلوت ديالهم سترينغ. هذا ديال نوال. هادشي المهم نخليكم على خير دابا وما نطولش عليكم الفلوغ، ونتمنى انكم تكونوا على خير ومع فلوغ تاني ان شاء الله. الى اللقاء.